تحدي يا اخواني على ايفون 11 جاهزين؟ البالونات بيطيرون والايفون فيهن. واللي حصل الايفون والله العظيم من صوبه كل ما قلتها ما ارد عنها وبسم الله وعلى بركة الله روح 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 روح. روح على طاح 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 لعب والله طاح والله العظيم طاح 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 خيب اوكي وين الحالي اللي بالي وين بحصلك الله يطعنك انت وياه مسابقه من اللي ما لي شوق لحقني لحقني في الموت اسرع جميل اسرع جميل اسرع روح اللايفون روح اتصل لنا اخوي عادي اذا حصل عشان لا روح روح بحي روح روح الله ياخذ من المسابقه روح روح الايفون انت وين حركت فهد شوي شوي تم فينا نصف كيف وتركز سير مرايم تركض مرايم تركض مرايم ريولي ماشي من اقول هاي ريولك ماشي ريولي ماشي في ريول تقول ظالم متحول ظالم اسرع اسرع جميل اسرع اسرع هذا وقف وقف ترى بيضا ايش يا شباب شو ما يتحرك طول سرع جليل سرع حرك الموتر عاش جليل عاش جليل ما جليل. خلاص روح ما يروح لا لا ما يروح ما يروح طبعك ما خاف صراحة انا لو يجي عطت واحد بيزعلوا الباقي انا قلت احسن كذا واللي بيحصله من نصيبه وش حصله يا سياري ما يركب اتصل اتصل لنا هالحتة ترقبوا ترقبوا اصوبكم يا التلفون مرة صوبهم سيارة نعم هيا الحين مرة طايتة من عقب وين بيلحقوا هناك وش كيهم عندهم بيرتبوا لهم يطيروا ليه وش لا ينبصرهم تعال فوق شوف شوف ما يخلص الاكسجين من هنا النفاخات وينطرن حرام والله غميضة نعم غميضة انت بعطينا في يدينا يا ريال يا ابوي ان عطيت واحد بيزعلوا الباقي انا قلت بسوي بينكم تحدي واللي يحصلوا من نصيب اقول لك اللي قوما حتى شي ما يجيبوا لي خيركم والله حبيبي ها ما بيقول في حتي وين هذه بطوف على المجر انت تاهل هي اللعبه لها بلاد وحده يلا يلا انا بس يصور شوكه وش شوك شوك بنتظر هناك بيطير يمشي هنا على يمشي ولا واجد حلو اشتروا لنا على هنا الله اخرب هنا هذا ابن عال ابن عال انت تبن عال يا ابوي تلفون جيب ده 5 ريال يقول يا ابني يقول ماشي اريدك على كيت اركب اسمع اسمع اليوم ما تسمع اليوم اللي يحصله لي ها اللي حصله من نصيبه انا بس يصور شوكه ولا وادي الحلو يلا تعال تعال يوم ماشي جيب سيب سيب جوازك سيب جوازك رابعني نحن نروح بس موترنا انت موتر نروح بس موترنا نعجب شوف رابعني ما مرابعنك يلا صدقني هناك بيصطيده عميضه ما ينزل ذي ام وين القاعد اللي على المنحنه انت طالع صوب ماشي اللي طلع بنغالي مش اللو انت سمحتنا بس شوي يمكن ينزل يمكن ينزل عينك عليه طيب لف على فجيره لف على فجيره ها ابو شيلوا الدكتور دكتور خليه راسي يرد لف لف رد 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 يا ربي ديوك الريل ديوك هذا يوم امس يقول لي جايينكم مال عين ريولنا خضر وش ريولك خضر شو ها ريولنا هذا صور ريوله شيبة صور صور هاي ريل خير ريل خيبه هاي ما ريل خير طيب
وينها هو تليفون؟ ها وينها؟ ها ما تشوف؟ بس لي شغل شو سير أبو سير؟ تحتك توك. البارها ما قيده شيء. يا أبو يصلوا عنا بيصلوا عنا بتعب السوق وياي هالوان. هو تيم بتجمع. غير التليفون أنت خم سوق أنت صح. يا أبو السوق وياي الوان هناك موديهن. الحين اللي حصله ياخذه مصابه معيود ليله بعدين ما لهم دخل كل ما قلتها ما رد عنها انت بترابعني وين رابعك من سن دوره من فوق في السماء السبع وين رابعك وش مبلين نركب ليه فوش